مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في الشاشه التفاعليه شوف تي في حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني ايام تشريق الجمرات الثلاث بسهوله وبداو بالجمره الصغرى فالوسطى ثم جمره العقبه من بعدها توجهوا الحجاج الى بيت الله الحرام لاداء طواف الوداع وتسمات حركه الحجاج بسهوله في مساراتهم سواء في الذهاب للرمي او العوده يعني الاماكن اللي كيسكنوا فيها او التوجه ديالهم لمكه المكرمه لاداء طواف الوداع لمن تعجل من منهم واستعدت رئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال الحجاج في طواف الوداع بحيث بحيث شهد المسجد الحرام والساحة ديالو توافد حجاج بيت الله في اليوم الثاني من أيام التش في أيام التشريق في حشود غفيرة يعني اللي مليئة بالرحمة والسعادة والسكينة والأمن والسلام لأداء طواف الوداع بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر تبقوا على خير